فاكرين الفيلم الجميل الدادة دودي؟ تعالوا نشوف الأطفال بعد ما كبروا لن تتخيلوا كبروا قد إيه. أنا ياسمين عبد العزيز طبعا ممثلة المتعلقة مع العيال وهم صغيرين في لقطة من الفيلم. أنا أحمد عماد، تخيلوا، شريف عاصم، علي صابر، رضوى خالد، عمر صابر، والنجمة إسعاد يونس. هنا علي وعمر صابر اللي هو كرم وكريم في الفيلم. كبروا جدا طبعا، أيام بتعدي. ده عمر صابر اللي هو كريم. وده علي صابر اللي هو كرم في الفيلم. هما أصلا إخوات. ودي رضوى خالد اللي هي لوجي السوسة. كبرت جدا اهي، بقت شابة زي القمر. هنا رضوى خالد اللي هي لوجي السوسة مع حسن الرداد. وهنا برضو رضوى خالد لوجي. ده شريف عاصم اللي هو العبقري. طبعا تحسوا كأنهم ناس تانية، مش هم الأطفال اللي كانوا في الفيلم. ده أحمد عماد كاظم في الفيلم. ده شاب زي القمر. ده أحمد عماد اللي هو كاظم. دي صورة تانية ليه. وهنا مع شعبان عبد الرحيم بألوانه الزاهية. هنا اللي هو على الشمال طبعا. هنا أحمد عماد مع محمد صبحي. مع خالد سليم. على فكرة خالد سليم خس أوي دلوقتي. هنا مع هاني رمزي. وهنشوف دلوقتي بقى أسرار عن ياسمين عبد العزيز. نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة سيلفي التقطتها من أمام مرآة حمام، وذلك عبر حسابها بموقع الصور الشهير انستجرام. وعلقت ياسمين على الصورة التي ظهرت فيها بملابس رياضية قائلة: سيلفي الحمام. وقد نالت الصورة إعجاب متابعيها، فيما علقت صديقتها الفنانة منى زكي على الصورة قائلة: قمر. دي الصورة اللي أثارت الجدل، ومنى زكي قالت لها قمر، وهي كتبت عليها سيلفي الحمام. يذكر أن ياسمين عبد العزيز التزمت الصمت تجاه انفصالها عن رجل الأعمال محمد حلاوة دون أن تتحدث أو حتى تشرح أسباب الانفصال، لتقرر الظهور تلفزيونيا للمرة الأولى مع منى الشاذلي منذ 17 عام، وتتحدث عن العديد من تفاصيل حياتها، وتتطرق إلى طلاقها للمرة الأولى، حيث أكدت أنها لم تعلن عن الانفصال سوى بعد مرور عام كامل على وقوعه، وذلك بعد حدوث بعض الأمور التي استوجبت الإعلان عن الانفصال، وأشارت إلى كونها لم ترغب في الإعلان عن الأمر لحظة وقوعه حتى لا تحدث ضجة وقتها ويتم تسليط الأضواء عليها في ظل انشغالها بتربية أبنائها وتقديم الأعمال الفنية. وتحدثت ياسمين عن طليقها مؤكدة أنه والد أبنائها وهو إنسان محترم للغاية، كما كشفت عن كونها من طلبت الطلاق الذي حدث وفقا لرغبتها، إلا أن الخطأ الذي حدث هو تأخرها في الإعلان عن الطلاق، وكان عليها أن تعلن الأمر فور وقوعه.
وأوضحت الفنانة المصرية أنها تعرف طليقها منذ أن كان عمرها 18 سنة، واستمر زواجهما 17 سنة كاملة، وحينما وقع الانفصال لم تتأثر بالضجة التي حدثت عبر السوشيال ميديا، خاصة أنها تشعر بالتحدي في أي موقف تمر به في حياتها، ولم يكن الطلاق هو الأمر الوحيد الذي مرت به في حياتها، كما أكدت أنه لا يجوز أن تخرج لتتحدث بالسوء عن شخص عاشت معه 17 سنة وهو والد أبنائها الذين سيشاهدون كلامها عن والدهم، وبالتالي الأفضل لها هو الصمت والحزن بالنسبة لها لا يستغرق أكثر من يوم واحد. وأوضحت ياسمين أنه على عكس ما يعتقد البعض، علاقتها هي وطليقها أكثر من ممتازة، وهو يحرص على الاتصال بها والاطمئنان عليها، كما أنها حينما التقته وقت مرض ابنها أخذ يتبادلان الضحك والحديث، وهو ما أثار استغراب البعض، لذلك فهي ترى أن علاقتهما خاصة للغاية. حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على نفي خبر تم تداوله عنها في الأيام الماضية، وهو أنها تقاضت مليوني جنيه نظير ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها معكم. وكشف مصدر من ياسمين عبد العزيز أنها لم تطلب أي مقابل مادي نظير ظهورها مع منى الشاذلي، وكان طلبها الوحيد هو أن يتم تقديم حلقة مميزة يكون لها صدى كبير من المتعة والتفاعل لدى الجمهور بحسب موقع في الفن. كما أشار المصدر أن برنامج معكم لمنى الشاذلي لا يقدم غالبا أجر مادي للنجوم، والمشاهير يأتون إلى البرنامج من أجل شهرته الواسعة واختلاف محتواه. وشدد المصدر أن ياسمين عبد العزيز لم تطلب أي عائد مادي، والدليل أنها لم تجري أي حوارات إعلامية منذ 17 سنة. ورجل أعمال مصري متخصص في الصناعات الغذائية مثل منتجات الألبان والعصائر، ومالك في مجموعة شركات ومصانع لاكتليس حلاوة وفانديتش للمشروعات السياحية والترفيهية، وهو صاحب منتجات شهيرة في السوق المصري مثل لاكتيل، بريزيدون، طعمة ملك، زبادي نسلة، كلها منتجات معروفة طبعا في السوق المصري. وهنا اهو وراه شعار بريزيدنت ولاكتيل. لديه ولد وبنت فقط من الفنانة ياسمين عبد العزيز الذي تزوجها عام 2001، وهما سيف الدين حلاوة وياسمين حلاوة. تزوج محمد حلاوة قبل الفنانة ياسمين عبد العزيز بسيدة مصرية تدعى دعاء، ولديه منها 4 أبناء. اتجوز بعد كده ريهام حجاج بعد ياسمين عبد العزيز. ولد حلاوة بحي المعادي بالقاهرة، وهو من أسرة ثرية، وتخرج من كلية الاقتصاد والجامعة الأمريكية بالقاهرة الـ AUC. وبدأ حلاوة مؤخرا الدخول في مجال الإنتاج الفني، حيث شارك في إنتاج مسلسل كارما. بعد زواجه من ياسمين عبد العزيز بعامين تعرض رجل الأعمال محمد حلاوة لمحاولة قتل عام 2003 بعدما اعترض طريقه مجهولون بمدينة نصر، وانهالوا عليه ضربا، وأصيب وقتها بارتجاج في المخ. كان والده محافظ كفر الشيخ في فترة من الفترات، وتمتلك والدته مدرسة خاصة ورثها عنها، وكانت تقوم بإدارتها الفنانة ياسمين عبد العزيز وشقيقته. من نشر الفنان وائل عبد العزيز شقيق الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز على حسابه على انستغرام صورة لهما معا، وتوجه إليها من خلالها برسالة كتب فيها: يا روحي انجحي وكسري الدنيا، احنا نكسر لكن ما ننكسرش. يديها طاقة إيجابية. ده وائل عبد العزيز شقيقها. وهنشوف أسرار عنها وعن جوزها دلوقتي. ياسمين عبد العزيز مولودة 16 يناير 1980، ممثلة مصرية تخرجت من الأكاديمية الحديثة بالمعادي، وبدأت في تقديم الإعلانات في سن 15 من عمرها عن طريق إحدى صديقات
والدتها التي تدير شركة لإنتاج الإعلانات، وبعد ذلك تم ترشيحها للعمل في السينما ثم في التلفزيون في مسلسل امرأة من زمن الحب، والذي حققت خلاله النجاح ولفت الأنظار لها، كما شاركت في فوازير رمضان العيال اتجننت، واعتادت على تقديم دور الفتاة الشقية، وحقق فيلمها زكي شان مع أحمد حلمي أعلى أرباح في الأسابيع الأولى من عرضه في العديد من دور السينما. كانت متزوجة من رجل الأعمال محمد نبيل حلاوة، ولديهما من الأبناء ياسمين وسيف الدين. هنا محمد حلاوة وزوجته أو طليقته ياسمين عبد العزيز حاليا، هنا مع ابنتها ياسمين. إيه رأيكم تشبه لها؟ دي صور تانية مع محمد حلاوة، هنشوف أسرار عنه أعتقد ما تعرفوهاش. هو محمد نبيل حلاوة. آية أخرى كانت ياسمين عبد العزيز أدت شعائر العمرة في مايو 2014، ونشرت صورة من رحلتها على صفحتها الرسمية، هنا وهي بتؤدي شعائر العمرة في 2014، ونشرت الصور ديت على الصفحة الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد نشر أيضا الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز عددا من الصور الخاصة والنادرة له ولا شقيقته أثناء تواجدهما في إحدى المناسبات العائلية على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مما جعل أصدقائه يبدون إعجابهم ويعلقون على جمال الصور، في حين أشاد بعضهم بجاذبية الفنانة ياسمين عبد العزيز خصوصا بعد رؤيتهم لها في صورة تجمعها بأخيها قبل فترة بعيدة، وعلقوا بالقول بأن هناك تقارب واضح في ملامحهما. وقد ظهر في الصور زوج ياسمين رجل الأعمال محمد حلاوة وعدد من الأصدقاء المقربين، ويذكر أن الفنان وائل عبد العزيز قدم عددا من التجارب الفنية، كان آخرها مشاركته في مسلسل ابن حلال للنجم محمد رمضان، والذي حقق نسب مشاهدة عالية في الموسم الرمضاني الأسبق. هنا ده الفنان وائل عبد العزيز شارك في مسلسل ابن حلال مع محمد رمضان. دي صورة ليه مع ياسمين، في شبه كبير بينهم طبعا. دي صور تانية جميلة ليه معاها. أنا محمد حلاوة هو اللي واقف في النص من ورا. صورة جميلة. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين. شكرا لكم، قناتكم قناة أخبار النجوم.